تحت دعم الفنانين كتحلى الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سعيدة شرف ولطيفة رأفة تساعد الصنهاجي أبرز المنتقدين لطريقة توزيع الدعم للفنانين. نعم الحلو كيعلن تنازل عن الدعم وديسيدروس كيهاجمو بشكل مباشر. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كيهاجمو حسين الجسمي بعد إهداء لحن لفرقة إسرائيلية ودعوات لمقاطعته. أهلا بكم مشاهدي قناة كوفان كتخطيبي وحلقة جديدة من برنامج عينك على الفن اللي دائما مختص في أخبار الفنانين والمشاهير. نبدأ حلقتنا مع لائحة أسماء الفنانين مستفيدين من الدعم الاستثنائي من طرف وزارة الثقافة اللي أحدث جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الوسط الفني، حيث خصت وزارة الفردوس 1,400,000,000 سنتيم لدعم 146 مشروع في مجالات الموسيقى. من بين الأسماء اللي تلقت انتقاد كبير الفنان عبد العالي الغاوي اللي استفاد من 18,000,000 سنتيم، فيما شقيقه محمد الغاوي خدا 14,000,000 سنتيم. أما نعمان الحلو تلقى دعم بمبلغ 16,000,000 سنتيم. أما حمزة البيض استفاد من 8,000,000 سنتيم. وسعيد مسكر تلقى 11,000,000 سنتيم. وزينب أسامة 15,000,000 سنتيم. وحاتم إيدار 16,000,000 سنتيم. أما ليلى البرق استفادت من 14,000,000 سنتيم وغيرهم الكثير. هذا الدعم انتقدوا عدة فنانين أبرزهم الفنانة سعيدة شرف اللي كشفت لنا سبب عدم رضائها عن هذا الدعم. لقيت لوائح ديال الناس ما عارفاش راسها براسها، يعني تصور أسماء ديال الفنانين وما عارفينش راسهم واش فنانين. أنا في نظري إذا كانت غادي تكون واحد يعني طريقة عقلانية لتسيير الدعم أو ما يسمى بالإعانة أو حتى يسميه صدقة، أنا بالنسبة لي أنه تفرق بطريقة العقل. ما معناها؟ يعني الرواد اللي ما عندهمش، كنقول الرواد الناس الكبار اللي عطاولة البلاد فنيا وما عندهمش، يتعطى لهم واحد المبلغ رمزي كذا كإعانة منهم. لطيفة رأفت بدورها انتفضت على الوزير الشاب بلهجة شديدة وغير مسبوقة على هذا الدعم، حيث ظهرت في مقطع فيديو مباشر من خلال حسابها بالانستغرام كتحتاج على استفادة أسماء غير معروفة في الميدان الفني من الدعم في وقت كيعاني فيه موسيقيون بشكل كبير، ومنهم من اضطر لبيع آلته الموسيقية لسد حاجياته اليومية. تعطى مبالغ وتجيو تقولوا اغنيه وما كنسمعوا حتى اغنيه، راه عباد الله راه خصني نعطيكم اسماء. انا عمري ما سمعت، انا فنانه في المغرب وكنعرف اغنيه مغربيه، هذا دعم اغنيه مغربيه، وحده راه ساكنه في القاهره وخدات الدعم. الفنان الشابي سعيد الصنهاجي انضم بدوره الى سفينه الفنانين المنتقدين للدعم الموزع على بعض الفنانين من طرف وزاره الثقافه، حيث خرج عبر شريط فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بالانستغرام كشف خلاله انه طوال مسيرته الممتده لحوالي 40 سنه ما استفدش من اي دعم لوزاره الثقافه وانه ما كيطمعش فيه، انما الهدف من وراء خروجه هو تسليط الضوء على الموسيقيين اللي توقفوا عن العمل وكيعيشوا اوضاع ماديه صعبه، مستنكر اقصائهم من الدعم. ونوه الصنهاجي بتصريحات الفنانه لطيفه رأفت خروجها من اجل الدفاع عن الفنانين المتضررين من جائحه فيروس كورونا. انا اللي دويت على الدعم نضحك على راسي، ما عندي ما ندير به، والله ما عندي ما ندير به. انا هربت لان الاغنيه الشعبيه فينا هما الناس اللي يستافدوا من هاد الدعم هذا، شكون اللي غيستافد منه؟ الفنانين المستفيدين من الدعم ايضا خرجوا عن صمتهم بعد الضجه اللي رافقت ادراج اسمهم في اللائحه، ابرزهم نجم الاغنيه المغربيه محمد الغاوي اللي اكد ان هذا المبلغ اللي استفد منه مخصص لتغطيه مصاريف الانتاج ولاعاله عشرات الاسر اللي كتشتغل مع الفنانين من موسيقيين وموزعين وملحنين وغيرهم. فقط غير توضيح لبعض الإخوان اللي وضعوا مجموعة من التساؤلات عن طريقة توزيع الدعم، فاللي خصكم تعرفوه على أن أي ملف أو أي فنان حط ملف راه معاه واحد 20 أو 30 أسرة غتستفد من هذا الملف. مسلسل الدعم مازال مستمر أحداثه بتنازل الفنان نعمان الحلو عن الدعم وطلب تحويله إلى صندوق كورونا، الأمر اللي جعل الرابور ديزيدروس كيهاجمه باعتبار أن الحلو ليس في حاجة إلى دعم الدولة لإنتاج أعماله الفنية. وقال دروس في فيديو تقسمه على حسابه الخاص بالانستغرام ان مبلغ 16,000,000 اللي خصته الوزاره لنعمان حلو من شانه انه ينقذ مجموعه من الفنانين الموسيقيين من الفقر والتهميش في الظرفيه الحاليه، وضيف ان هذا الاخير قادر على انتاج اعماله من ماله الخاص.
وطالب الرابور موتيل الجدل نوع من الحلول الى صرف ماله على انتاجات وعوض الاستفادة من الدعم، وتابع قائل علاش باغي تستفد من مال دافعي الضرائب انت ما محتاجش الدعم؟ بغيت تخرج ديسك اخويا سير خرج ديسك، شو حبسك؟ سير قرص الحيط، سير البنكة ديالك تيري فلوس خسرهم تحمل مسؤوليتك كما كنديروا حنا كاملين، خرج ديسك من مالك الخاص. وأوضح الدروس خلال حديثه أن الحلو ماشي من حقه يتنازل عن الدعم بحكم أنه من المال العام، مضيف شكون عطاك الحق تتنازل على شي حاجة ماشي ديالك؟ وأبرز رابور أن الميزانية اللي تصرفت على دعم الفنانين من الأجدر انفقها للمسارح وللأسر الفنية المتضررة من جائحة كورونا، وتابع صرفوا الدعم في شي حاجة اللي غتعود بالنفع للجميع. بالنسبة لي كان حاليا بوزارة الثقافة أنها بلاصة ما تتفرق هاد الإعانات ولا هاد الدعم بشكل فردي، تتفرقوا على واحد جوج ثلاثة أربعة مية ميتين ديال الناس، كان أحرى أنهم يمشيوا وينفيستيوا داك الشيء في المسارح. فنان سعيد مسكر أيضا قرر التنازل عن الدعم الفني الممنوح له بعد الضجة اللي أحدثتها الأسماء المستفيدة عن اللائحة، حيث طلب من الوزارة المكلفة بالقطاع تحويل هذا الدعم لمساعدة في إنشاء مرافق حيوية وضرورية في المناطق الأكثر حاجة وتضررا في الظرفية اللي كتعيشها البلاد حاليا. عار عليك يا جسمي، هكذا هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الإماراتي حسين جسمي بعد ما أهدى لحن من ألحانه إلى فرقة غنائية إسرائيلية بعد تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، فيما دعا عدد من الناشطين إلى مقاطعة الفنان. استخدمت فرقة النور الإسرائيلية لحن أغنية أحبك الشهيرة لجسمي، وأعادت توزيع اللحن في أغنية جديدة بمناسبة تطبيع بين إسرائيل والإمارات ضمن تكريم من الفرقة للإمارات. عبر العديد من المغردين العرب عبر وسم عار عليك يا جسمي عن صدمتهم من موقفه وعدم تعليقه أو نفيه ووافقته على استغلال فرقة إسرائيلية لحن في عمل يروج للتطبيع. مشاهدينا بهذا القدر كنكون وصلنا لختام حلقتنا، تلقوا الأسبوع المقبل مع أخبار فنية جديدة، إلى اللقاء.